اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر بيتكلم مفارقه حلوه لما الاب لعب اولمبياد 92 في برشلونه والابن دلوقتي موجود في اولمبياد طوكيو 2020. شايف الربط ده ازاي؟ على ما اعتقد دي ممكن اول مره تحصل. لا اعتقد ما فيش حد الحمد لله ما حصلتش قبل كده. ما حصلتش اعتقد يعني والله اعلم يعني اذا بقى حد طلع يتكلم يبقى عنده خلفيه بالتاريخ يعني. لكن هي لها متعتها. يعني الوقت اللي احنا كنا فيه ليه متعته في الوقت اللي احنا فيه برشلونه وبس برضو الثقافه اتغيرت واختلفت والاجيال نفسها الموضوع مش زي يعني احنا اتعرض علينا بعد البطوله ان احنا الاسبوع فري ما رفضنا هناك في اسبانيا. ممكن يكون احنا عشان احنا الجيل اللي موجود حاليا الظلم في الاعداد اللي موجود دلوقتي الظلم في الاعداد ده الجيل بتاعكم 92 ده الجيل بتاعنا. فكرنا بقى مين كان المدرب الاول بتاعكم؟ كابتن محمود طبعا الاول الكابتن الله ربنا يشفيه وعافيه كابتن هاني مصطفى. وبعد كده جه الكابتن محمود سعد دكتور محمود سعد هو اللي كان مدير فني ومعاه الكابتن مصطفى عبده كان مدرب عام. وكان معاه مدرب حراس مرمى الله يرحمه كابتن حسن مختار. يا كابتن مظبوط. ومعاه كابتن حسن حمزه في الصوره هو اللي فوق على الشمال ده وكان معانا بقى ايه في ناس من دولت مش موجود ما جوش معانا الاولمبياد على فكره مش كل ده جه معانا الاولمبياد. وما انتش ملاحظ حاجه في الصوره دي كلها إيه؟ انا الوحيد تقريبا تحت ده لابس تيشيرت مختلف. ايوه عارف ليه؟ ايوه هنا ده بص يا كابتن. انا الوحيد اللي لابس تيشيرت مختلف عشان في الوقت ده انا كنت مصعد مع المنتخب الاول مع الكابتن يعني محمد كنت تلعب منتخب اول ومنتخب اولمبي. كنت في الوقت ده لا هو ضمنا انا وعلاء طه كان لعيب في المقاولين اسمر كان لعيب هايل. اتضمنا منتخب اولمبي حسين حمزه الله يرحمه اللي واقف اول واحد فوق. الصوره مش واضحه قوي. بس برضه قريب مصطفى صادق موجود في مصطفى ابراهيم. فكرنا انت بالجيل. في عصام عبد لا بص في هيثم فاروق. في عقل جدالله. محمد صلاح ابو جريش، هادي خشبه. ياسر ريان. نادر السيد، عصام عبد العظيم، حارس مرمى. انا اسف ان كنت من زمايلي هنسى طبعا في عشان احنا كنا في طبعا قلت هيثم فاروق. في كمان كان في لا في ومصطفى ابراهيم وخل غندور. لا محمد يوسف ومحمد يوسف. محمد يوسف كابتن محمد يوسف دي جولات معانا. يعني كان كابتن أول بتاعنا وليد صلاح الدين ويحيى نبيل نسيت وليد صلاح الدين. صلاح الدين بس وليد ما جاش معانا الاولمبياد ما سافرش معانا ما سافرش يعني هو كان موجود بس ما سافرش. لعبتوا اسبانيا برضو جيل ده بيلعب اسبانيا بس وخسرنا من اسبانيا 3 بس فرق مع او تامر عبد الحميد البكرات اللي هو نادي الزمالك. بس ما ننساش برضو ان احنا الباك احنا تامر عبد الحميد اول 10 دقايق طرد في مباراه اسبانيا. دخل برضو دخل على لعيب اسبانيا خد طرد ففرقت معانا لعبنا ناقصين بتلعب اسبانيا ناقصين. وبعد كده لعبنا الماتش اللي بعده لعبنا قطر ده اللي فرق معانا بقى. لما خسرنا قطر 1-0 ده وقعنا في البطوله خلاص خسرت ماتشين. فالماتش الثالث لعبنا كولومبيا. كسبنا كولومبيا تقريبا 3-2 او 4-2 حاجه زي كده. وطلعنا من البطوله. بس فكانت الماتشات بالنسبه لنا يعني كان الفوز الوحيد امام كولومبيا احنا كانت فرق معانا قطر. لو كنا كسبنا قطر كانت فرق حتى لو كنا خسرنا اسبانيا. فالامور بتبقى هناك بتبقى صعبه زي كمان الاولمبياد يا كابتن اسامه يعني تعلى من كاس العالم على فكره. هي كبطوله بتبقى اعلى طبعا. بس الموضوع هناك انت متخيل حاجه من الجمال يعني عشان تعمل انت اولمبياد الموضوع هناك انت بتتكلم اولا المطاعم شغاله 24 ساعه. الالعاب الترفيهيه 24 ساعه. اللي لو انت عايز تمرين ملعب يتوفر لك 24 ساعه موجود كل حاجه متوفر لك هناك. فكل حاجه وعايزه منك بقى كنترول في اكلك وشربك خلي بالك. يعني يمكن النصيحه اللي نصحتها لاحمد وهو مسافر قلت له خلي بالك حافظوا كلكم على موضوع الاكل. ليه بقى؟ ممكن يبقى اوبن بوفيه ممكن يبقى ما فيش كنترول فالامور تبقى صعبه. وحته النوم كمان المباريات لا دي بقى معذورين فيها اكتر الصبح بدري طبعا. لا ده الامور على فكره اللي انت الوقت انت بتتكلم هناك الوقت الصبح. احنا النهارده هنا ليل. فالامور مختلفه. فالساعه البيولوجيه ديت يعني اعتقد بتبقى برضو بتبقى عشان تاخد عايزه وقت طويل. فهم الوقت اللي راحوه كمان 3-4 ايام دخلوا في البطوله او جوه البطوله. بس ده مش برضو مش هندي مبرر للاعيب كره قدم.